السلام عليكم الأصدقاء، كيف الحال؟ نتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد تولي جديد أخوتي. فهاد الصباح هذا دابا 12 ديال النهار أخوتي، شحال هادي شي 5 أيام هادي ولا 6 أيام ما درت شي فيديو أخوتي، قلت علاش ما نديرش فيديو نتولعو شوية مع القريطيسي وما المهم فيديوهات على السيفيانوس وما فيها باس اخوتي. انوريكم ان شاء الله واحد هكا واحد المفاجاه اخوتي، انوريها لكم اخوتي كما لاحظتوا في المينياتير وفي العنوان. انوريكم واحد الشنيبرات وليد بيض ولد الانيق وليد شجري ولد هذه القرطاسيه وباه هو هذا الشجري اللي لتحت. المهم نطلقوا بعدا هاد الجوج هاد وسط السجنه نتولعوا فيهم شويه. هو غير تم خارج ديريكت، تم خارجه تاع هي نيشان. هما ما بغاوش يطراوم وتيتقاتلوا تيقتلها بالعصا، مازال لحد الان ما بغاش يطراوم معاها وهي باغا تطراوم. شتي كي حاله هي باغا تطراوم ولكن هو تيفرشخه، باغي شي يطراوم معاها هو كاع. انتي واي شيا اللهم بارك. هاد الجوج هادو راه طراومو ليا راسهم، هادي كانت مراومة مع داك البيض راهو كيبو حديتو سميتو. واحد النهار نسيتها على برا وهدا كان مطلوق، جيت لغد ليه في الصباح لقيتهم مراومين. عندي وليد ديال هاد الأنيق هذا بيض تبارك الله شاب عليه اللهم بارك. ايوا انتي ورا عندي ولد الشجري، واش داك الشجري ها بوه، هذا هو بوه الخوت. سن نمشي للسجنة الاخرى نوريهم لكم اللهم بارك. هاد الكوبل هذا سميتو مع هاد القاديطان هذا مع انتي وهادي راه خديت منهم الجبيضات. الحمد لله وشكر لله. هاد العزيه والعزي راه حاطين ليا بيضه ولكن قلبتها دابا لقيتها قيلة ما فيهاش البيضه الثانيه، ما عرفش واش غتحطها ولا ما غتحطهاش والله ما عرفت. المهم راه حاطين بيضه راه حيدتها ليهم، راه جالسه دابا على بيضه البلاستيك. هاد الدكر ديالها راه هو جالسه على بيضه ديال البلاستيك. هاد جوج هادو وقيلة اليوم غيحطوا البيضه الاولى. هذا راه الجاريه جوج لا نبداوهم نطلقوهم حتى همايا. نقلبوا اخوتي الكاميرا. اذا الخوت نبداو الحميمات، تبان ليا بحال الشعمة كيبانش داكشي مزيان. نبداو الحميمات اخي تولعوا فيهم. كاينه هاد الشجريه خوت راه في المراه المجاريه مع الدكر ديالها، هو الدكر ها هو جا راه في المجاريه معاه. هانتوما هاهو راه تابع البيض سير ليه حيد حيد نتوما نتوما غطيحو لنا الكاميرا. زيد زيد طاق 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 انتي وتكاي هادي راه فيها البيضة الخوطر لي خليتها. ديرها اليوم تقدر تحط البيضة الأولى ديالها. سيرو ليها سيرو ليها طيحو لنا التليفون. هاهو طلع هنا الخوت. تبارك الله خوتي راه محمد راه اللهم بارك. هاد الجوج هادو ولادهم غيكونو مزيانين توسعو. هاهو الدكرا هو فين جا هانتوما الخوت. هدا هو الدكر ديالها تينقب باغي ينقب. اجي اجي زيد 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 زيد. انا ضركتي الكاميرا صاحبي ضركتي الكاميرا. هات هانتوما الخوت، هانتي نحيح عليها باغي
باغي تحط البيض. يلا سيري دخلي الله يسك. تبعها هذا ما كان الخوت. تيعجبني داك اللقطه ديال الذكر فاش كيكون هو ونتيوتو في المجاريه وكتبقى تابعهم. انا خوت انيقه ومحيح نخرج انيق ونتيوتو على برا نتولعو بهم برا نشوف واش غيلقحها برا ونوريكم شنو برات. يلا تابعوا الفيديو اخوتي. انا خرجت هو الانثى ديالو نسدو السجنه باش ما يدخلش وانت البيضة اخوتي واخا ما تيفرشخها ما باغيش يطراو معاها. سير يلا سير يلا طرطق يلا فرجنا اخوتي. هاد الانيق هذا اخوتي راه فيه لا درون اخوتي راه تنطلقو راه ما كاينش شي متيوقفش فيما تبان لي شي حمامه دايزه تيطرطق عليها تيتبعها. ها انتوما الخوت هادي راه نتيو هادي اخوتي راه كطلق جنيوحاتها. ها هو الذكر جا عندها الخوت. اللهم بارك. هي راه باغا تراوم ليها اخوتي راهي مالي هي هي كت ولكن هو مشكل دابا هو تي هنايا في السجنه كيدير تيدير عليها وتيبغي تيلقحها مره مره ولكن فاش فلوكر لداخل عرفتي راه ضروري خصني نفرقهم. الا خليتهم غادي تصبح نتوما مفروعه من الراس ديالها عينيها اخو بالاخص العين كنخاف على العين ديالها عرفتي راه تيتقب ليها العين. هادشي اللي كاين اخوتي. شوف شوف تيمشي الحمام اللي لهيه. اللهم بارك الله يسخر الجميع الخوت. غندخلو نتفرجو في الشنيبرات الصغيورين لداخل نديرو بوز. بغيت انا ندخل للسجنة عاد هو طرطق الخوت. ها هو راه تيتسارى الشي حتى جيت ندخل للسجنة عاد هو طرطق. المهم حنا خرجت تنصورو باش تولعو فيه. هانتوما الخوت دابا راه تيرا مغيهبطش ليك دابا. سير جبد عليها واحد مدة في السما مغينزلش دابا. شتي فين كيوصل. هاهو هاهو جي هاهو متقولوش ينزل دابا. هانتوما خوتي انا راه مكيبان ليا والو الخوت. نتمنى تكون كتبان ليكم شي حاجة. هاهو حنقولتو كتبان دليا هو فاش كيكون طاير الحنقوله ديالو كتكون هابطه. شي اللهم بارك ما تيهبطش هو في السير بلاص هو تيطير صافي تيبقى يدور في السماء حتى تيعيا عاد تينزل تيدير بحال الشكل ديال الفواياجور ولكن تيمتعك تيبدا قواص ويبدا. ها هو جاي ها هو جاي ها هو جاي ها هو حط. اللهم بارك الخوت. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم اخوتي هذا الفيديو هذا. ابان ليه شي حمام الفوق شتيه داكشي علاش طرطق. هاهو هاهو يطرطق دابا عاوتاني. هانتوما حضيو ها شي حمام طراو مرض ديال من داكشي علاش هو هز. ها تبان فوق منو شي حمامة دوز عليه شي حمامي يطرطق عليها. هاهما دايزين هاهما الحمام دايز مارد ديال من. اللهم بارك الخوت. الله يسخر الجامع الخوت. تدوز شي حمام الفوق تيتبعو متيتسوقش لهاد النتوة هادي كاع وهي غتابعه في ما مشى. هي غتابعه هو مكيتسوق ليهاش قليل فين كيلقحها في السطح هنا. اللهم بارك
بعد المباراه كنمشيو ندخلو عاوتاني تولعو في الوليدات الصغيورين، نديرو شي توليعه في الولاد صاشو كي كيهز راسو شي كي كيشوف في السما شي احاضي حاضي غير الحمام اللي دايات وحاضي هو تيحط الفوق تيبدا حاضي غير السما، انا كنلاحظو كيبقى يشوف في السما في الحمام اللي تيكون دايز، خصوصا الا بانت ليه شي حمامه في الراد هي شي نتي هو تيعرفها بلا نتو تيتبعها ديريكت ما تيترددش. اذا الخوت حنا دابا في السجنه ديال الفرامليه، كتمشات ليا واحد نتي ولا الخوت ديال الذكر ديال الفوياجور، الذكر ديال الفوياجور هو مشى طرطق عاوتاني، انا راه طرطق ما عرفت فين زاد، تندخل السجنه هو عاد تيطرطق، الذكر ديال الفوياجور هذا كانت مشات ليا نتي ديالو الخوت، كنت دايرهم فرامليه هما اللي تيكبروا ليا الوليدات، كبروا ليا الوليد هذا، يعني تيتهلاو ليا في الولاد تيطلعوهم صحاح. هذا راه ولد داك الذكر البيض داك البولو، هذا راه ولدو راه فوتوكوبي ديالو خارج كيشبه ليه، ودابا نشوف الا غيطراو الا غيطراوهم ليا مع هاد الخينيسيه هادي، هاد النتيوا ديال الخينيسيه هادي الا طراوهم معاها نبقى نصلح بهم تا هما نعطيهم البيض. النتيوا مجنحه دابا المشكل مجنحه، انا مولف دابا كنطلق الحمام، فاش كنطلق الحمام كامل ما تنهبطش حتى تندخلهم عاد تنهبط، فصايطوا لي ماني الدار خرجت سخرت جيت لقيت الحمامه ما كايناش فين مشات ما نعرف، واش جا ليها شي مشداها شي ماش ولا ما نعرف، هاد المشي الا جا راه غيدخل السجن غيضرب ليا الوليدات الصغار، ما يخليش هادي طارت ما فهمتش فين طارت ما عرفتش فين، هي ما كطيرش اصلا يعني مشات. ايوا واش غدير هذا هو اللي كاين، انتي وهادي راه جالسه عطيها واحد البيضه، حيت دابا وليت كنعطيهم بيضه اخوتي، اولا تفاديا للكثره ما كنبغيش نكثر الحمام على حساب الماكله غاليه وكذا، ثاني حاجه يعني باش يوكلوا الوليدات تيكون عندهم ولد واحد كي تيتهلاو فيه، نجبدوا هاد الوليد هذا الخوت، انا اخوتي انا اخوتي كما كتشاهدوا هذا الوليد الاول اخوتي ديال سيفيانوس اخوتي، هذا هو الانثى البيضاء اللي عندي، ولد ديك القرطاسيه راه هي كتلشيها، هذا راه ولدها، ولدها تبارك الله، وذكر باه هو داك الشجري راه شابه خارج شابه لباه، شوفوا التمنقيره ديالو اللهم بارك اخوتي، والجوجه اللي عاطيها لهم تيوكلوه تبارك الله جوجه مليحه كتصلح مزيان، ها انتم اخوتي شوف تبارك الله الصحه صحيح مهلين فيه، الحنقوله ديالو ديما عامره ديما تبارك الله، الحنيقيره عامره تبارك الله اللهم بارك، كما كتشاهدوا الله يسخر الجميع، الحنيقيره ديالو عنده خارجين لي شي سيوفه بويض. نجبدو دابا الشنابير البيض ولد الانيق، هو الشيء كيطلع علينا الشيء هذا، عطيه العنبرات انا الخوت، هاهو الشنبور البيض اخوتي، هذا ولد الانيق تا هو تبارك الله مهلين فيه، انا اخوتي تقم قيمة تا هو يا اللهم بارك، انا تا هو يا صحيح الحنقورة عامرة واكل مزيان، انا هذا راه ولد الانيق هذا اخوتي، واحد ولد الانيق والاخر ولد الانتيوا الاخر القرطاسية، هذا عاطيه العنابر تيوكلوه، وهذا عاطيه لديك الجوجه الاخرى ديك السحمي راه هويا داك السحمي ونتيوتو اللي فوق الشرابه، هادو تيوكلوهم جوج بهم الخوت اللهم بارك الله يسخر الجميع اخوتي، هادو هما الكوبله اللي عندي اخوتي الشنيبرات الله يسخر الجميع، نتمنى هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم اخوتي، خرجوا على برا اللي شاف يقول تبارك الله الخوت، شوفوا هادوك هما الشنيبرات اخوتي، واحد ولد الانيق واحد ولد الانيقه الانثى البيضاء، اللهم بارك الخوت، نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم، مازال صغار مازال يكبروا يزيانوا مزيان الخوت، هذا هو اللي كاين اخوتي، تولعوا شويه هنايا والعواز راه كما قلت لكم راه حطوا البيضه الاولى ها هو طرطق، تيبانش ليا اخوتي مع الشمس
تقاوس اخويا تقاوس. انا اخوتي هذا هو الفيديو ديال اليوم والتوليعة ديال اليوم، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. مازال ان شاء الله مازال العاطي يعطي، هذه غير البدايه ان شاء الله، ونتمنى اخوتي انتاج ديال الخير لجميع الموالئ. هو لو كنت راهم ليا مع هاد انتي وهادي كان غيكون حسن، ولكن فيها خير. الله يسخر الجميع. يلا اخوتي تهلاو ليا فراسكم، نلقاكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.